زميل سمير الدوادي أعد ورقة في الموضوع، تقرير في الموضوع مؤثر جدا حول وفاة هذا الرجل الذي عاش لحظات رائعة مع فريق برشلونة. نتابع. النبأ الأسوأ، فيلانوفا لن يعود، خطفه السرطان موتا. تيتو تواجده بالملاعب لم تلتقطه الكاميرات كثيرا، ربما لأن الأندية التي لعب لها كانت مغمورة، أو أنه لم يكن متوهجا بأشهر قميصين ارتداهما كلاعب في سيلتا فيغو ومايوركا وقبلهما مع شباب برشلونة التي عاد إليها معتنيا بشتلاتها إلى أن حاز لقب رجل الظل فيها، فكان الحامل لقلم خط به الكثير من ملامح برشلونة بيب أو برشلونة التقويم الرياضي. هو الذي لم يعرفه الجمهور إلا عندما أخرجه مورينيو من ظله ذات كلاسيكو، وبمغادرة غوارديولا دارت الأيام بما يحب، واستلم واجهة برشلونة كخيار طبيعي لخلافة سلفه. قبله وبعده كان دائم الابتسام حتى للمرض الذي كانت زياراته مزعجة لم ترأف به، ولم يجد عدوا أكثر من صحته لثنيه عن مقصورة القيادة. لم تغيبه البطاقات ولا العقوبات، لكن ما ألم به كان خارجا عن السيطرة. الحائل سرطان غير رحيم بمن ابتلي به دفعه قسرا للمغادرة. تيتو غادر للمداواة وترك برشلونة في صحة جيدة، مخلفا وراءه إرثا ولو بأسطر قليلة على صفحات النادي، لامس فيها حاجز 100 نقطة، ولامس فيها لقب الليغا، ولامس فيها بواقعية حلم اللعب بتشكيلة برشلونية معظمها من مدرسة لاماسيا. رحل وفي سجله القصير لقب المدرب الناجح. رحل من كان يعتبر كرة القدم علاجه الأمثل. لم يغب كعادته للمداواة، بل أفل في هدوء. تيتو غادر الحياة. فيلانوفا أغمض عينيه للمرة الأخيرة، فبكت كرة القدم. وجن سنفتقده للأبد. تيتو فيلانوفا ترك بصمات واضحة، كان عقل مدرب مدبر في فترة وحقبة.